بمناسبة بيرسي تاو، وأنا هنا بوجه كلامي مباشرة لكل من كان ينتقد أداء بيرسي تاو. بالمناسبة ما فيش مشكلة إن أنت تنتقد، طبيعي ما عنديش مشكلة إن أنت تنتقد أداء لاعب في مباراة أو في اتنين أو في ثلاثة، ولكن ما تحكمش على كواليتي لاعب جايبه النادي إلا بعد فترات طويلة. وجهة نظري أنا ما أعرفش صح ولا غلط. ما فيش شك طبعا، ما فيش شك، أنا بتفق معاك يا إسلام، لأن في فترة من الفترات كان فيه هجوم كبير جدا لدرجة لا الناس يقول لك لازم يمشي يعني. قال لك الكواليتي بتاع اللعيب ده اللي بيلعب ماتش ويقعد 10 ما يلعبهمش كويس وبتاع، لو أنت فاكر يعني في طبعا هو كان بس موضوع الإصابة، وهو لما تعافى تماما وبدأ يخش في المباريات بشكل جدي الكواليتي ظهر، والحقيقة عامل موسم أكتر من رائع مع النادي الأهلي. أنا كنت شايف إن يستحق الجايزة 100%، وده هيدينا حاجات تانية ان انت ما تستعجلش على الحكم على اللعيب في وقت ممكن يكون جدا صعب عليه، لكن اديله وقته، خاصة انك بتلعب في نادي كبير ومطالب بالبطولات وبتلعب تحت ضغوط كبيرة جدا. لكن انا الحقيقة انا كنت سعيد جدا جدا بالثلاث جوائز اللي فاز بيهم النادي الاهلي الحقيقة، لان جت في وقتها يعني جه في وقته، لان كان الناس عندها جزء من الاحباط شوية، لكن ده بيبين قد ايه قيمة النادي الاهلي الحقيقة، افضل نادي في افريقيا، افضل هدف في افريقيا، افضل لاعب في افريقيا على مستوى القارة. ده شيء يسعدنا كلنا، وان شاء الله باذن الله يكون ليه مردود باذن الله على الفرقة والبعثة ان شاء الله. انا بس حبيت النهارده اتكلم في امور كثيرة جدا، منها هذا الامر، لانه بيرسي تاو من اللاعبين انا قريب من، انا بتكلم معاه على طول وبنشوف بعض على طول، فانا عارف قد ايه هو كان بيعاني من هذا الامر، وككل حاجه بتوصل له ما اعرفش ازاي، ولكن ككل حاجه بتوصل له هاني رمزي قال عليك كذا، اسلام قال عليك كذا، فلان، مش احنا طبعا، ولكن انا بتكلم على بعض. هو بيسمع كده وبيرجع نفسه تاني، ده كمان شيء ايجابي جدا، فده كان بالنسبه لي شيء ايجابي جدا. فبرضه رساله للكل، ما فيش مشكله ان انت تعتذر، يعني لو اي حد اخطا خلال الفتره السابقه. بالمناسبه انا لو طلعت اخطات في حاجه بطلع اعتذر، وتاني يوم او تالت يوم او بعدها بشهر او بعدها بشهرين، طالما رأيي لم يكن صحيح، رأيي لم يكن صحيح، بطلع اعتذر عادي جدا جدا جدا. فأتمنى أن الناس اللي اتكلمت على بيرسي خلال الفترة اللي فاتت تطلع وتعتذر، وحتى لو بشكل مؤقت، مش من خلالنا ولكن من خلال برامجهم اللي هم بيتكلموا فيها.